المصرف الوطني المركزي، هو مصرف المصارف، هو مصرف لبنان. لوحة أطلت عام 63 لتكون البداية الحقيقية في الأول من نيسان عام 64. من منتصف 63 بلش تحضير لبناء البنك المركزي، يعني البناء أخذ تقريبا سنة كاملة. بتشوف جودة البناء وكل صار بسرعة كبيرة، وصار كان الشغل يكون بليل النهار لحتى تم إنجاز البنك بنهاية الأدار 64 وافتتاحه بأول نيسان 1964 من قبل فخامة الرئيس فؤاد شهاب. هيدي صورة زيارة فخامة الرئيس فؤاد شهاب للبنك المركزي وتفقده الغرفة المسلحة. هي بأول نيسان. بأول نيسان 64 كان الحاكم السيد فيليب تقلى. وكنت أنا أحد نواب الحاكم. وهي الصورة الثانية اللي هو بعد زيارة وتفقده كل فروع البنك والغرف بعد ما انتهت الزيارة وخرج من البنك. هذه صورة تذكارية مهمة. بلش البنك المركزي عمله برئاسة كان الحاكم السيد فيليب تقلى، وكان في ثلاث نواب حاكم، يعني أنا أحد منهم. كان بالطابق الثالث في دائرة الخزينة، وكان في تقريبا 40 موظفة يعدوا العملة على اليد. وبعدين انشرى آلات عد كمان يعدوهم أوقات مرتين، ساعة باليد ساعة بالمكنة، لأنه ما كان في ساقة كاملة بالمكنات في حين. مرق البنك المركزي بعدة زوبعات ومحطات. أول محطة في تشرين 66، تشرين 66 هي توقف بنك انترا عن الدفع، وعملت أزمة. هيدي أزمة كبيرة، لأنه بنك انترا كان أحد المصارف الكبيرة في لبنان، يعني إذا ما بنقول أكبر مصرف في لبنان. خلال الحرب كانت وجوده بالحمراء اللي كان الأمن فيها معدوم جدا، يعني كانت الدولة غير موجودة، كان في سرقات، كان في قصف عشوائي، حرب كبيرة كانت 75. وعدة مرات جربوا الميليشيات يفوتوا على البنك المركزي، وطبعا ليفوتوا ليسرقوا، يعني مش انه لحماية. جمعنا تقريبا فئة صغيرة من الدرك، 25 درك حطيناهم بالبنك، نيمهم ونسكر البواب، وليل النهار يحرسوا البنك. وكان الاتصال مع الرئيس سركيز، كان هو حاكم بس ما كان في يجي على المنطقة الغربية، كان موجود بالمنطقة الشرقية. لما يكون في مشاكل نتصل فيه لحتى يعمل اتصالات السياسية اللازمة لتجنب دخول الميليشيات على البنك. وكنا نحافظ يعني بأعجوبة حقيقة. البنك المركزي مر بأحداث يعني بأعجوبة أنقذ. حكم المصرف على التوالي كل من فيليب تقلى، لياس سركيس، ميشيل خوري، إدمون نعيم وميشيل خوري لمرة ثانية. ويرأس المصرف حالياً رياض سلامة، الذي ورد اسمه كأفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط عام 2005. كما ويخطو المصرف على عتبة الباب الثقافي عبر تطوير مكتبة مميزة تحتوي على موسوعات قديمة يعود تاريخ بعض منها إلى العام 1842.